ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم بغيت نقدم لكم واحد الكيك، الكيك ملح. كما كتعرفوا الإنسان ديما كيك حلو حلو حلو، وانا نبدل شوية وبغيت نشارك معكم هذا الكيك الملح. إن شاء الله المقادير اللي عندنا عندنا ياغور طبيعي، ممكن تعوضوه بكاس حليب. عندنا علبة ديال الطول، عندنا زيتون مقطع دوائر صغار خضر وكحل، عندنا 3 د البيضات، عندنا كاشير، عندنا فرماج احمر، عندنا دقيق حسب الخليط، مهم كاس ونص حتى لجوج الكيسان، عندنا فلفله مجويه مقطعه مربعات صغار خضراء وحمراء، عندنا بيكين باودر خمه ديال الحلويات. انا هذه اللي عندي فيها 16 غرام، يعني ما يعادل تقريبا جوج. وعندي كاس نص كاس ديال زيت الزيتون وزيت مائدة. بالنسبة للمنسمات عندي ملح، عندي إبزار، وعندي زعتر. نبداو على بركة الله، ناخذ البيض ديالنا سوائلهما الأولى كيف تطرف. سدالها ياغورت، كما قلت لكم يمكن لكم تعوضوه بكاس ديال الحليب. نزيدو نص كاس ديال الزيت مخلطة، الزيت رومية والزيت البلدية. نزيدو الزعتر، نديرو غير شوية الملحة، ما نكتروش حيت الكاشير شوية كيكون مالح. وعندنا الفرماج حتى هو، وعندنا الطون حتى هو كيكون مالح، ما نكتروش الزيت. ونطربو هذا الخليط ونتلقاه. ما خلطنا هاد المكونات، نزيدو دابا الدقيق ديالنا كما قلت لكم، نديرو واحد الكاس ونص حتى لجوج الكيسان ديال الدقيق. كما كتعرفوا هو الدقيق اللي كيشرب، وكاين الدقيق اللي ما كيشربش. نزيدو خمارات، كما قلت لكم هاد الخميره انا عندي هاد الكيس ما يعادل جوج خمارات ديال 7 غرام. كما كتشوفوا دابا خلطنا الخليط ديالنا. كيجي على هذا الشكل، كيجي شويه ثقيل. هي الكيكه البلحه ماشي بحال الكيكه الحلوه، كيجي شويه الخليط ديالها ثقيل باش طلع باش تصدق لينا. شوف الخليط كي داير، راه ثقيل. دابا كنزيدو المواد الاخرى، المكونات الاخرين. نزيدو الفلفل ديالنا، نزيدو الطون اللي مصفينو من الزيت، نزيدو كاشير. ما كيعجبوش الكاشير يقدر يستغنى عليه. نزيدو الفرماج، الفرماج تقريبا واحد 80 غرام هكاك ديال الفرماج، نخليه واحد شويه للتزيين. والزيتون مقطع. هاد الكيكه كتجي زوينه وكتجي حتى في المذاق رائعه. الانسان
يبدل شويه. هاكا تشوفوا نخلطوا هاد العناصر. تجانسوا مزيان تشوفوا. كتشوفوا الخليط ديالنا ها هو تجانس. دابا ناخذ الملح اللي دهناه قبل، دهناه بالزبده ورشيناه الدقيق، وناخذ دابا الكيكه ديالنا. هاد الكيكه كما قلت لكم البنات كتجي رائعه، كتجي زوينه، والانسان يبقى يبدل شويه. الكيكه ديالنا هي هذه، قدوها في المول. كتشوفوا تجي لها هذا الشكل. مهم ندخلوها الفران اللي سخنا من قبل على درجة 180 درجة. مهم ديرها طيب بحال الشكل ديال الكيكة حلوة عادية. 180 درجة نديرو لتحت تا كطيب من لتحت وكتنفخ، ونعاود نشعلها الفوق باش تحمر. من بعد ما طيب ان شاء الله نتلقى نشوفو الشكل النهائي. هنا كما شفتوا البنات كتجي على هذا الشكل بعد ما طابت. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، راه كتجي زوينه. بالنسبه للانسان اللي ما زيد عليه بزاف السكريات يمكن يدير لهاد الكيكه المالحه، وها زوينه وكتستحق التجربه. كما كتشوفوا الصوره كتجي رائعه. البنات على هذا الشكل كتجي زوينه، كتجي مفشفشه وطايبه من الداخل. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، راه كتجي زوينه ورائعه. ما تنساوش تدعمونا باللايك ديالكم، و الوصفه الى عجبتكم تبارطاجيوها مع احبابكم. وشكرا لكم بزاف بزاف، والله يخطيكم.